مشاهدينا، وهلأ صار وقت سلمى. سلمى من الحلقة الماضية وجودها معنا عم بيكون بشكل مختلف من اللي هو مفروض يكون. سلمى حلقة الماضي وهيدي الحلقة عم بتوجه رسائل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. مساء الخير سلمى. مساء الخير داليا. الحلقة الماضية أنا ما كنت عارفة شو جاي تقولي. هيدي الحلقة عارفة أنه أنت عندك مشكلة مع الكرة الأرضية، صح؟ مع البقعة الجغرافية اللي نحن فيها. بترك الهوى لألك. خلقنا بالبقعة الجغرافية الغلط، جايزي جوزتك حظ منين بجبلك؟ حتى إذا عبالنا نهرب ما فينا، أصلاً لوين بدنا نروح؟ محل ما بينقتلوا أولاد صغار أو محل ما بيقرروا ينقتلوا أولاد صغار. بهالبقعة الخراب في من جميعه، ناس بتنجبر بحرب لتستعيد كرامتها، ناس بتحارب فكرة الحرب كرمال تلملم الباقي من كرامتها، وناس كرم أخلاق منا إذا قبلت تحكي عن الحرب، وأشباه ناس بتقرر مين وين وكيف. كل هالشعوب تبع البقعة الجغرافية الغلط لازم تموت. دستور هالشعوب راقي واضح وصريح. أولاً، الموت محتمل بأي لحظة، لذلك تمنع الأحلام طويلة الأمد. اثنين، التخوين جزء أساسي من الجنسية، لذلك تمنع الاستفادة بالمبادئ مثل الشجاعة والكرامة والحرية. ثلاثة، العيش الكريم قيمة مضافة لا قيمة لها عند تلك الشعوب، لذا نرجو عدم الاسترسال والتركيز على يا رب السترة، أو أهم شيء الصحة بشكل يومي ومبدئي. بحال أي اعتراض نرجو منكم عدم التواصل مع أي جهة أجنبية معنية. الرقم على يدك للحفاظ على الجودة. تساؤلات هالشعوب بتشبه بعضها. كم شهيد بعد بتحمل الجنة؟ كم أم لازم تندب ولادها؟ كم مرة بعد بدنا نعمر الدار؟ كم ابن حرام بعد بده يقرر مصير ولاد الحلال؟ كم رقم بدنا نزيد على الوفيات للأمم المتحدة تصير متحدة على الحق؟ وكم من كم؟ بس أهم سؤال بيبقى، هل الغاية تبرر الحيوانة؟ جواب مغتصب هالبقعة الجغرافية الغلط واضح، لا حياة لمن تنادي. أما جواب المغتصب لا أخلاق لمن أنادي، على قلبك قاعد وغصب من عنك سأنادي وأعيش وعمرك ما ترد. حرب اقتصادية ونفسية فهمنا، تم. بس حرب عالمية مع بوارج على مد عينك والنظر أكبر وأضخم من وقت الحرب العالمية الثانية. هلأ هيدا كله كوم وبيجيك تيزر الخمس ثواني بيلحقوا تيزر الأربعة وثلاثين ثانية ليحط الدول اللي مفكرين حالهم عظمة بكوم تاني. إذا المشهد صامت وهالقد مرعوبين، كيف ليحكي بكرة؟ وصلت معهم الوقاحة إنه طلبت وزارة الدفاع الأمريكاني موافقة الكونغرس على تمويل قنبلة ذرية أقوى ب 24 مرة من قنبلة هيروشيما لضرورات أمنية. حقنا نخاف شوي من بعد انفجار بور بيروت ويلي عم بيصير بغزة، طبشة باب ما منحمل. باختصار، غريبين شعوب هيدي البقعة، ما بيموتوا بسهولة، لا باقيين. ما بيهاجروا بسهولة، لا مالكين. ما بينهزموا بسهولة، على قلبكن قاعدين. يعني لو شو ما صار مأكدين إنه السرقة ما بعمرها بتصير ملك السارق، لأن بهالبقعة الجغرافية الغلط نحن الصح.